لم يقتصر دوره الريادي على إنشاء منظمات المجتمع المدني والمساهمة في تفعيلها، بل رأى بالتنمية فعلا مقاوما ونشط ضمن حركات سياسية عمل بعضها في السر وآخر في العلن على إفشال المشاريع الصهيونية. عن المقدسي إبراهيم الدقاق في التقرير التالي. الوالد ولد في القدس سنة 29-13-3 ودرس وتخرج من كلية روضة المعارف سنة 47. كانت سنة عصيبة، فتوجه لتركيا ودرس في روبرت كوليدج، جامعة باختصاص هندسة مدنية، ومن ثم رجع إلى حبيبته القدس وبدأ مشواره في القدس لغاية مماته في 2/6/2016. فتح مكتبه الخاص للهندسة، كان اسمه دلتا في شارع صلاح الدين، وبدأ في تنفيذ مشاريع، لكن حظه كان سيء دائما. أجت السنة الكئيبة السوداء اللي هي سنة 67 والاحتلال الإسرائيلي ما تبقى من فلسطين وخصوصا القدس، ثم انقطع عن العمل الهندسي وجاء الحادث الأليم اللي هو إحراق المسجد الأقصى، فكلف في إعمار المسجد الأقصى. كانت هذه الفترة اللي رجع فيها للهندسة، وهي الفترة اللي بدأ فيها نشاطه السياسي يتضاعف. كان عمري خليني أقول 17 سنة في المرحلة الأولى اللي وعيت فيها على موضوع الجبهة الوطنية، وهو من المبادرين لتأسيس الجبهة الوطنية. هي كانت المفعل للشارع اللي بتتخذ الخطوات في مواجهة إجراءات الاحتلال، كانت الجسم النضالي الموازي لمنظمة التحرير، لكن كانت هي الأقرب للأرض وهي الأقرب للناس. وكان شعارها أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. كان الوالد سكرتير لجنة التوجيه الوطني. لجنة التوجيه الوطني ضمت مجموعة كبيرة من القياديين، بشير البرغوثي، وخلينا أقول الشيء كتير مهم، مجموعة كبيرة من رؤساء بلديات الضفة الغربية وحيدر عبد الشافي. دورها ومن خلال مجمع النقابات المهنية في القدس كانوا يقودوا الشارع الفلسطيني في مختلف الاتجاهات، وبقي بالرغم من خوف منظمة التحرير، بقيت منظمة التحرير هي المرجع للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وكانوا يتبادلوا الآراء حول الخطوات اللي لازم اتخاذها على الأرض. يعني أنا في شغلتين بتذكرهم كتير كويس، هي مستشفى المخاصد وجامعة القدس اللي هلأ هي موجودة، كان اسمها المعهد العربي الأردني. المعهد العربي الأردني أنا كنت في بهاي الفترة في مدرسة، وتناهى لمسامع المقدسيين إنه إسرائيل بدها تسيطر على المعهد العربي الأردني وتحوله لنقطة لحرس الحدود، فسارعوا وعملوا التشطيبات اللازمة وفتحوها كمدرسة، واتفقت الشخصيات الوطنية على لم الطلاب من مدارس أخرى وإحضارها لهاي المدرسة وتفعيلها، وأنا واحد من هدول الناس اللي تم نقلهم غصب عنهم مع هاي المدرسة، واللي هلأ ما شاء الله عليها صارت جامعة. وأبوي كان فيما بعد عضو مجلس أمناء المعهد العربي. الشغلة الثانية اللي هي كل أهل القدس الكبار بتذكروها، اللي هي مستشفى المقاصد اللي تم تشميعه بالشمع الأحمر ممنوع حدا يدخل عليه، برضو كانوا بدهم يستولوا عليها إسرائيل لموقعها الاستراتيجي المشرف على المقدسات الإسلامية والمسيحية. في عجالة وجرأة متناهية افتتحوا المستشفى، جابوا أسرة تبرع فيها أطباء والناس الكرام، وتبرعوا بمرضى كمان، جابوهم حطوهم على أسرة وأجهزة وإلى آخره، وأجى الحاكم العسكري
وقول شو بصير، ليش فتحتوا الباب؟ قالوا له أي باب؟ قال كان هذا مشمع بالشمع الأحمر. قالوا له ما كان في شمع أحمر ولا كان شيء، هذا مستشفى قائم. فدخلوا وتفرجوا شافوا أن المستشفى ماشي. أبوي كان أول مدير لهذا المستشفى، واشتغل في موضوع التنمية من خلال ملتقى الفكر العربي اللي هو كان واحد من المبادرين لتأسيسه. كان مع الدكتور مهدي عبد الهادي، وكان مع الأستاذ المحامي جريس الخوري، ثم أصبح مدير هذا الملتقى، وعلى عهده كان رئيس تحرير شؤون تنموية، وهي دورية كانت تصدر عن الملتقى. بتصور أنه مش بس أهل القدس، يعني بعموم الضفة الغربية وغزة كان هناك تقدير عالي جدا لوالدي، كانوا يسموه المعلم الكبير. القدس مرت عليها قيادات كثيرة، أكيد القدس بتفتقد والدي كما تفتقد كل قيادي وطني مخلص. إن التضحيات الغالية ودماء الشهداء والجرحى البواسل وتضحيات الأسرى لا يمكن أن تهدر.